السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي. اليوم إن شاء الله غادي يكون فيديو مختلف. أختي أمينة من قناة لكي فقط كانت دارت واحد البوفيه وعرضت على الأخوات، بما أن الأغلبية ديال الوصفات يعني خداتهم من القناة ديالي فصورت لكم واحد المقاطع قليلة غادي نخليها لكم إن شاء الله في آخر هذا الفيديو. وكانت حضرت واحد الوصفة ديال الحمص اللي كانت لذيذة بزاف وعجبت بزاف الأخوات، داكشي باش طلبتها باش تشارك معنا الوصفة ديالها. وإن شاء الله اليوم غدا تشارك معنا الوصفة ديال الحمص بطريقة اللبنانية لأن عندهم بزاف ديال الأصدقاء لبنانيين. نتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم وتفضلوا معنا باش تشوفوا تفاصيل الفيديو. أهلا وسهلا بك أمينة في كوزين فاميلي. بارك الله فيك. السلام عليكم. لتحضير الوصفة ديال الحمص اللي حضرتي لنا ديك المرة اللي عرضتي علينا، شنو خصنا في المقادير؟ فأول ما المرحلة الأولى غادي نصايبو طحينة، طحينة كيف يقولوها هما اللبنانيين، نقدروا نشريوها كتباع مصايبة، ونقدروا حنا نصايبوها في المنزل. حنا غنديرو حمص 100% منزلي، صنع منزلي. عندنا غنبداو بالسمسم او الجنجلان كيف كنقولوا في المغرب، السمسم اللي كيكون محمر شويه في الفران، والزيت ديال السمسم غادي نطحنهم مع بعض ونرجعوا ان شاء الله باش نبداو العناصر باش نبداو نصايبوا الحمص ان شاء الله. كتكون هذه هي النتيجه ديال الطحين ديال السمسم مع زيت السمسم، كيجي بحال شي كريم بحال هكذا. الا كان الروبو ديالكم كيسخن يعني نطحنو نديرو دي بوز، نطحنو شويه ونعاودو نخليو يرتاح ونعاود عاوتاني نطحنو مره اخرى. هنا غنهضر لكم على العناصر ديال الحمص ديالي. هذا الحمص اللي رقدناه الليله كلها حتى تنفخ وشرب الماء، والغد اللي طيبناه ساعه ونص تقريبا. غنستعملو معاه الثومه، ثوم، غنستعملو الكمون والملحة، وهذا الماء اللي طاب فيه الحمص ديالي. انا نوريكم، ما غنستعملش الماء كامل، غير واحد القدر اللي غادي يكفيني انا، يعني على حساب كل واحد وكيفاش كيبغي الحمص ديالو. كاين اللي كيبغي يكون يعني عاقد، كاين اللي كيبغي يكون جاري بزاف اولا ليكيد. المهم يعني عندكم الاختيار، الا بغيتوه يكون عاقد يعني غتزيدوا شويه ديال الماء، كنتو بغيتو يكون ليكيد جاري بزاف تقدروا تستعملوا الماء الكافي اللي بغيتو. هنا غنستعمل الثوم ديالي، دونك انا غناخذ جوج ريوس ديال الثومه. هنا عندي جوج المعالق صغار ديال الكمون والملحه حسب الاختيار. وهنا غنزيد الطحينه ديالي، وكيف قلت لكم الماء كيحسب على حساب الاختيار، يعني غادي نطحن الحمص ديالي وغنشوف، يعني نقدر غنزيد غير شويه على حساب القياس، كل واحد والقياس ديالو. وغادي نطحنو ان شاء الله ونرجع نوريكم النتيجه. كتكون هذه هي النتيجه ديالنا. ها هو الحمص اللي كيجي، كاين اللي كيديروا عاقد اكثر من هكا، كاين اللي كيديروا جاري اكثر من هكا، على حساب الاختيار. وحاجه وحده اللي مهمه بزاف ونسيتها هي زيت العود، زيت الزيتون وزيت السمسم نقدروا نزيدو حتى هو، ولكن زيت الزيتون مهم جدا. وعلى اين غادي يكونوا العناصر كلهم ان شاء الله في لابادانفو. هنا غادي نوريكم طريقه ديال التقديم، نقدروا نحطوه في طبسيل هكذا كيف عادي، طبسيل عادي نقدروا نحطوه في طاجين، المهم يعني كيبقى لكم الاختيار. ضغطو جلدي، تبارك الله عليك، الله يبارك فيك. الا خففناه اكثر من هكا
نقدروا نرافقوا به حتى لي سالاد. اها نقدروا نديروا اي وجبه تقدر ترافقها الحمص. يكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحمص ديالنا. انا زينتها بشويه ديال زيت الزيتون، الحميم صات والفلفله الحاره حتى هي. هذا كيبقى يعني اختيار ديالكم، الا بغيتو كل واحد وكيفاش غادي يبغي يزينو. هذه فكره ديال التزيين تقدروا تاخذوها الى عجبتكم. وهنا درتها حطيته في طويجين صغير حتى هو هذا تقدروا ترافقوه ب يعني الا كنتو دايرين مثلا ان بوفيه ولا دايرين يعني وجبه اللي يعني السمك مثلا السمك ولا هذا تقدروا تحطوه في طويجنات هكا في الطبله ويبقى كل واحد ياخذ القدر ديالو. تختاروا بين الخبز احسن ما تختاروا شي حاجه. نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم. والله يجازيك بخير امينه، شكرا بزاف اللي تشاركتينا معنا هذه الوصفه. بارك الله فيك، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله.